عايزك تكلمني عن محلل الاداء ومخطط الاحمال. انت تعرفهم كويس قوي، عمر رشدي ومحمد النجار، كلمتني عنه. انا اعرف محمد النجار كويس، محمد النجار اشتغل هو اشتغل مع كابتن اسامه، اشتغل مع كابتن اسامه، اشتغل مع كابتن اسامه كتير، تعرفه كويس طبعًا. يعني طبعا مدرب مدرب ممتاز وراجل محترم وكل حاجه يعني، مؤهل وراجل ممتاز وهايل يعني. صحيح، يعني هو ده احدى ثمار قطاع الناشئين يعني. يا كابتن من زمان اقام سنين محمد والله بقاله كتير جدا، النجار بقاله معاك كابتن علاء النجار من 2000 من قبل كده كمان يعني بقاله كتير قوي نجار موجود في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. وبعدين من الشخصيات زي ما بقول اسامه طيب جدا محترم جدا ويعمل لك شغله بس. ايوه وفي حاله دايما بيجتهد، دايما بيحاول يطور نفسه. فا قطاع الناشئين دايما لما يكون عندك قطاع ناشئين حتى في يعني الاحمال وكده قطاع الناشئين كادر، زي ما بنتكلم على اللعيبه، زي ما بنتكلم على مصطفى، زي ما بنتكلم على لعيبه كتير قوي كانت موجوده في قطاع الناشئين وطلعت. هو ده قطاع الناشئين، قطاع الناشئين مش لعيبه بس، قطاع الناشئين لما بيحصل ظرف زي اللي احنا فيه ده تلاقي اللي جاهز، تلاقي المؤهل، تلاقي اللي هو ما عندوش مشكله هو يشتغل مع لعيبه كبيره. محمد النجار من الناس الكويسه جدا محترمه جدا على كمان. اخر اتنين دكاتره جم في النادي اللي هو خالد بهي، الدكتور خالد بهي اللي في اهلي جده دلوقتي، واحمد ابو عبله، دول يعني كانوا معانا يعني في النادي. صحيح. يمكن انا كان ليا الحظ ان هم يجوا معايا وبعدين يطلعوا الفريق الاول. صحيح. على طول يعني الاثنين. فانت النجار حاجه في الاحمال كويس جدا. وخلي بالك يا كابتن كمان النادي الاهلي منظم جدا يعني، دي الحاجه الكويسه اللي فيه ان هو تنظيمه لما احتجت حد بتحطه في مكانه على طول، وما بيبقاش بعيد، بيبقى قريب يعني، قربه للمكان، شغله مع المكان يعني. ده في كمان طارق اسمه طارق اخو ابراهيم عبد العزيز، طارق عبد العزيز ده طارق عبد العزيز ما هو حاجه كويسه قوي في التاهيل طبعا، وشغال طارق وشغال كويس جدا من زمان، وكان ابن الكابتن مصطفى عصمت كمان طارق برضه عصمت كان شغال يعني. انت عندك كوادر كبيره، عندك كوادر كويسه جدا في قطاع الناشئين، وعندك كوادر كتير كمان يا كابتن. لا وكمان في الفريق الاول انت عندك مجموعه كبيره قوي في الفريق الاول، ودي يمكن العدد قد ايه يا كابتن؟ كتير شغالين يعني، جهاز كبير. انت بتتكلم لما الجهاز الفني الاجنبي بيجي كمان بيبقى فيه كوادر كتير مصريه، بيدير الفرقه اكتر من 25 30 واحد يعني. انت قربت من الرقم العالمي في الفرق، في فرق برشلونه والريال والناس دي احيانا بيدير الفرق حوالي 35 فرد و30 فرد وليهم وظائف كتيره يا كابتن ايمن، ودي صحيح. حاجه كويسه يعني. عشان كده الناس اللي انت بتتكلم عليهم دول لما احتاجهم الفرقه لقوهم على طول. وبعدين خبرات اللعيبه يعني، النهارده وليد سليمان اللي عمله النهارده، وليد سليمان كان ليدر كمان جوه الملعب طبعا، وعلى الخط كمان وعلى الدكه. احيانا يا كابتن اللعيبه بتنجح مدرب كمان صح يعني. انا فاكر لو الكابتن علاء افتكر دي كابتن اسامه ولا كابتن علاء اللي كان مع كابتن حسام البدري في ليبيا، كنت انت يا كابتن لما اتغلبنا في ليبيا 2-0 كسبنا 3 هنا، اللعيبه اصرت، اللعيبه كبار أي. اصروا، وانا دي انا سمعتها من اكتر من واحد، اصروا انه لازم يكسبوا النادي أي. لما لموا نفسهم وعملوا القعدات اللي بتتعمل في كل، وقال لك لازم، وكان لسه كابتن حسام البدري لسه ماسك لوحده، فقال لازم ننجح الكابتن حسام والنادي كمان أيوة. وكسبنا هنا 3-0 وصلنا بتهيألي كان دور شهاب وفضل شهاب اخر جون لما جاب الجون الجون الثالث يعني. النادي الاهلي الحمد لله يعني في كوادر كتير قوي يعني. يمكن انتوا قريبين اكتر مني بالنسبه لقطاع الناشئين، ولكن شفنا قطاع الناشئين الفتره اللي فاتت يعني مش عايز اقول في ايجابيات كتير جدا، ولكن كمان مش على مستوى اللعيبه بس يعني. انتوا اتكلمتوا على كوادر في الاجهزه، شفنا النهارده مثلا وجود محلل اداء، مخطط احمال اشتغل فتره كبيره جدا معاكم في قطاع الناشئين، شفنا لعيبه ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه شفناها من كاس الرابطه لو نفتكره، حتى الدكتور احمد ابو عبله نفسه كان احدى ثمار قطاع الناشئين يعني. يعني قطاع الناشئين اعتقد ان الفتره اللي جايه هيكون ليه دور كبير جدا 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 مع الفريق الاول، سواء لعيبه او اجهزه. استثمار يا كابتن، دي فلوس استثمار يعني. الانديه في العالم بتعمل كده يا كابتن،
كره القدم بقت صناعه، الصناعه تقدر تعملها في اللعيبه الكبار واللعيبه الصغيرين، بس الاكثر اللعيبه الصغيرين. يعني الاكثر اللعيبه الصغيرين انك انت تقدر تستثمر فيها وتستثمر فيهم كويس قوي، وانت استثمرت. يعني خلي بالك ناتج الاعارات، انت كنت مطلع حوالي 18 اعاره بره من فرقه ال 97 وال 98 وال 99. مظبوط. 18 لاعب. اهم الاعارات اللي استفدت منها ايه؟ بص الاسماء اللي اقولها لك: عبد القادر، محمد شريف، اكرم توفيق. اكرم برضو انا بقول لك منتخب. ايوه يعني بقول لك ثلاثه لعيبه منتخب. ايوه محمد عبد المنعم. مظبوط. في احمد ياسر ريان. في عندك عمار حمدي. ايوه عمار حمدي. يعني عندك لعيبه كتير، وفي احمد شكري دلوقتي في سموحه، وعندك اشرف، وعندك زياد طارق راح الاسماعيلي ورجع سنه، وعندك 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 كتير. يعني انا لو عديت لك ال 18 منهم اربع خمس لعيبه انت بعتهم بيع نهائي، منهم محمد محمود وان احمد حمدي. فانت فعاوز اقول لك كابتن، استثمرت كتير وجبت فلوس كتير قوي واشتغلت كتير قوي، وعندكش مشكله انت لو اعتمدت وفعلت موضوع الاستثمار في القطاع هتعمل حاجه كويسه. صحيح. طبعا زي ما الكباتن اتكلموا عن دور قطاع الناشئين واهميته في الفتره الحاليه مع النادي الاهلي، تحس ان قطاع الناشئين عامل طفره. يعني الفتره اللي فاتت كنا في بعض الفترات بنقول لا قطاع الناشئين بعيد شويه، ولكن بقاله فتره قطاع الناشئين عامل طفره مع النادي الاهلي طبعا بقياده الكابتن خالد بيبو. والفتره اللي جايه باذن الله باذن الله هنشوف دور كبير جدا 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 لقطاع الناشئين مع الفريق الاول.